ولمزيد من التحليل حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية الصين ينضم إلينا هاتفيا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، زيارة دولة هامة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين، كيف ترى هذه الزيارة وأهميتها من حيث السياقات والتوقيت أيضا؟ من أهم ما يمكن مع دولة من كبريات الدول التي ترتبط معنا بعلاقة وثيقة منذ نشأة الصين الشعبية في ثوبها الجديد. وعندما اعترفت مصر جمال عبد الناصر بالصين ماو تسي تونغ، واعترضت كل البلدان الغرب والولايات المتحدة في مقدمتها. وأنا دائما أضرب المثل أن كل من اختلف مع السياسة الخارجية المصرية ندم واتبعها لاحقا. فالولايات المتحدة التي اعترضت على علاقتنا بالصين، ودول الاتحاد الأوروبي التي شنت علينا حرب 56 الثلاثية من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، هي الآن شريك تجاري أساسي مع الصين، بل أن الصين هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة المعترضة على علاقتنا معها، وهي أكبر مصدر في العالم بالمناسبة. وهناك قول شهير لماو تسي تونغ لما تكلم مع الرئيس عبد الناصر وقتها، وقال لو أن كل صيني زاد في ثوبه سنتيمتر واحد هنشتري القطن المصري 4 مرات، لأن كان هناك مقاطعة من الغرب للقطن المصري عقابا لنا على الاعتراف بالصين. ثم تطورت الأمور، الآن فعلا الصين تقع في القلب من اهتماماتنا الخارجية، صارت بفضل التأييد العالم كله صارت عضو دائم في مجلس الأمن، صارت تنادي بالصين الموحدة وانضمت إليها هونغ كونغ تحت علم مختلف، بل أن الآن هناك حديث عن الصين وتايوان في تحت علم واحد. من هنا طبعا في الظروف الحالية تأتي أهمية لهذه الزيارة. نحن في عالم شديد التعقيد اليوم بسبب الصراع بين روسيا من جانب وأوكرانيا وحلف الأطلنطي من وراءها من جانب آخر. وأنا أقول بكل تواضع أنها حرب غبية، كلا الطرفين يرتكب أخطاء لا لزوم لها، ونحن كدولة عدم انحياز نقف في المنتصف نحاول أن نوقف هذا التدهور، لأن هذه الحرب تؤثر علينا. أثرت في مجالات الطاقة، أثرت في مجالات إمدادات الغذاء، ثم لدينا مشاكلنا في الشرق الأوسط التي نطلب التأييد فيها والدعم. سيادة السفير، هذا الحديث سوف يقودنا على إلى السؤال التالي، وهو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، كيف يمكن أن نستثمر هذه الزيارة وهذا الحضور للرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة هذه الأحداث التي يقودنا إليها العالم المشتعل الآن؟ هو ما شاء الله الجامعة العربية منذ فترة عقدت اجتماعات مع شركائنا الأساسيين، هناك حوار عربي صيني، هناك حوار عربي هندي، بل هناك حوار عربي أوروبي، وهذه الحوارات تصب في صالح الفهم المشترك والتعاون وتبادل الآراء، لكي يعرف كل طرف ماذا ينوي الطرف الآخر ومواقفه من مختلف القضايا. وبالتالي حضور الرئيس هنا يصبح ذو أوجه متعددة، هو في الأساس حضور ثنائي مصر الصيني، لكن يلحق بهذا المؤتمر للتعاون الصيني العربي، وهذه ستكون فرصة لكي يخاطب الرئيس هذا المؤتمر المهم في جلسته الافتتاحية التي يحضرها إن شاء الله. وبالتالي يعني عدة أوجه لهذه الزيارة كما هي زيارات الرئيس دائما. أذكر في هذا أن الرئيس عندما زار الأمم المتحدة عقد في 5 أيام 40 مقابلة مع رؤساء دول، وهذا لا يتيسر في الظروف العادية. إذن فعلا زيارة مهمة، سوف نلقى منها الكثير من مواقف التنسيق بين مصر ومختلف شركائنا. وفي مقدمتين مصر وصلت الفكرة. السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.